شيعت مدينة القدس الشهيد معتز حجازي منفذ الهجوم على الحاخام الإرهابي يهودا كليك في القدس، وسار المئات من المشيعين خلف النعش متحدين قرار الاحتلال بحصر عدد المشيعين بأربعين شخصا فقط. من الحي الثوري في مدينة القدس إلى مقبرة المجاهدين في الحي القديم، حمل أهالي مدينة القدس شهيدهم معتز حجازي في موكب جنائزي مهيب، ورفعوا النعش على الأكف وساروا في حارات المدينة المقدسة يتخطون أبوابها بعد صلاة المغرب متحدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باقتصار عدد المشيعين على 40 شخصا فقط. المئات من المشيعين رددوا خلال جنازة منفذ الهجوم على الحاخام الإرهابي يهودا كليك التكبيرات والهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي. وكان الشهيد معتز حجازي الذي اغتالته قوات الاحتلال عقب هجوم نجح فيه بالاقتصاص من الحاخام الذي دنس المسجد الأقصى عدة مرات، وأصابه إصابة بالغة قبل أن ينسحب من مكان العملية إلى الحي الثوري في القدس حيث ولد ونشأ واعتقل، ليعود إليه محررا وعضوا ناشطا في سرايا القدس. وقد فجر اغتيال معتز حجازي انتفاضة في القدس المحتلة عبرت عنها مجموعات شبابية فلسطينية خرجت إلى الشوارع ترشق قوات الاحتلال بالحجارة وتتحداه بيوم غضب عارم إذا ما أصر على إقفال المسجد الأقصى. وكما نجح معتز حجازي في الاقتصاص من الحاخام الإرهابي، نجح أيضا في لي ذراع حكومة الاحتلال وأجبرها على إعادة فتح الأقصى أمام المقدسيين، وسجل في كتاب القدس موعدا مع المقاومة بات قريباً.